الحين رحت اغطي مكانه طلع عمر فرحت اغطي مكانه عمر رحت الى ثمانيه مع ان هذا التنقل بين لانه عالم مختلف عن عالمنا التلفزيوني ايش اسبابه وماذا يعني المنصه الكبيره اللي هي ايش المعايير الموجوده فيها الناس اللي امكانياتهم اقل ماذا نعني بامكانيات اقل يعني اعتقد انه يعني حلاوه البودكاست ببساطته انك انت اصلا ما تحتاج حتى منصه انت بامكانك تبث وتبدع من نفسك بميكروفون وجهاز كمبيوتر وانترنت في بيتك خلاص انت عندك بودكاست ما تحتاج إذاعة وشركة والتفاصيل هذه لكن إذا توفرت فهذه خير على خير فأنا مثلا يعني مدين بالفضل لشركة مايكس الشركة اللي بدأت معها بودكاست سقراط هم يعني كان بينه وبينهم عقد مدة محددة وبدأنا سوا وأنا كشخص يعني ماني متخصص في هذا الجانب جاي أستمتع بإعداد وتقديم المحتوى هذه هي يعني شغلتي حتى لو تسألني وش البودكاست تابع أنا ما تابع بودكاست أنا شخصيا ما تابع بودكاست ولكني جاي أستمتع بالإعداد والحديث مع قادة التحول هذا شغفي فكل النواحي التقنية هذه ما أفهم فيها فمن الجيد أن يكون معك شريك تقني متمكن يتبنى كل هذه التفاصيل ويشيلها عنك هذه القيمة المضافة للشريك فلما انتهت التجربة الأولى مع شركة مايكس اللي يعني أثني عليهم وأشكرهم حان الوقت أني يعني أنتقل لشركة أخرى عملاقة مميزة مثل إذاعة ثمانية وشعرت أنهم هم الخيار الأنسب للمرحلة القادمة بما لديهم من إمكانيات وانتشار وقيمة مضافة حيساعدوني فيها خلال يعني مشوار بودكاست سقراط القادم جميل. لكن هذه كلها أشياء يعني تفاصيل جانبية الأساس هو أنك تكون عندك محتوى جيد جميل جدا خلود أنت أنهيتي علاقتك بالإذاعة والتلفزيون وركزي بودكاست ولا لسه ما لا لا لسه أنا في الإذاعة ناوية ولا لا في الإذاعة لا الحين قاعدة أقدم برنامج في الإذاعة هذه الفترة بس أنا غالبا متفرغة أكثر لشغلي الخاص يعني في دوامي وكذا فالإذاعة والبودكاست وهذه الأشياء أحاول أنه أنا أوجد لها وقت وأحاول أنها تكون مو أنت عندك جديد بيكون بودكاست إن شاء الله إيش الجديد؟ لسه يعني قاعدين نخطط على حاجة أنا أحب ألتقي بالناس وأحب أجلس معاهم وأحب أناقشهم وأحب أتكلم معاهم لكن هي الفكرة دائما أنه أنت ما تبغى تكون مقيد بشكل معين أو بستايل معين إما أنه يكون ثقافي أو تاريخي أو سياسي أو فأحب أنه يكون من كل بحر قطرة حابة أنه أنا أتكلم مع الفنان وأتكلم مع الشاعر والثقافي والسياسي بس هو البودكاست مو بأن البطولة فيه تخصص ولا عادي ممكن يكون فيه تنوع لا أنا أشوف أنه ممكن أنه أنت تتنوع فيه لأنه في ناس تحب التخصص وممكن تلاقي شخص متخصص وفي ناس لا تحب أنه يكون مصدر ثقافي وترفيهي في نفس الوقت فهي ممكن تتابعه لأنه شغوفة بهذا المجال وتبي تعرف عنه أكثر أو بهذا الشخص وتبي تعرف عنه أكثر جميل جدا خلاص أنا بطب معكم في البودكاست أوريكم الله يحييك أشوف إنه ترى هناك الميدان يعني مختلف جايين على أرض يعني بين جمهور أنا أحب التحدي معك